السيدات والسادة، نأمل أن نكون قد وضعنا لبنة أساس مؤتمر علمي سنوي، نأمل أن يكون في العام القادم أكثر جذباً لطلاب العلم في شتى المجالات المختلفة. وفي هذا الموقف لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل السادة الأفاضل وأساتذة الأجلاء الذين شرفونا كمتحدثين في ورش العمل أو فعاليات اليوم. كامل الشكر والتقدير لسيادتكم. كما لا يتفوتني أن أشكر اللجنة المنظمة لفعاليات المؤتمر والتي عملت في مظلة لجنة الشباب بالنقابة وضمت صيدلات بحيرة وطلبت كلية الصيدلة جامعة دمنهور. شكرا لمجهودكم المحمود ودمتم عند حسن الظن بكم. وأخيرا أتقدم بالشكر والعرفان للسادة ضيوف شرف المؤتمر والسادة أعضاء مجلس النواب والسيد الممثل الأنبا بخوميس مطران البحيرة والسادة مدير الإدارات تتطور. معالي المهندسة نادية عبدو محافظة البحيرة، الأستاذ الدكتور العام لصيدلة مصر ورئيس اتحاد الصيدلة العرب، الأستاذ الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، كلية الصيدلة جامعة دمنهور، الأستاذ الدكتور ماجد وصفي أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة دمنهور، السادة النقباء الفرعيين، السادة النقباء المهنيين بالبحيرة ومجالسهم الموقرة،